السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أدهم من قناة سنتاكس. بنواصل كلامنا عن لارافيل، والنهاردة هنتكلم عن مفهوم جديد. زي ما احنا عارفين إن احنا فوق قلنا إن احنا الهدف إن احنا نعمل كرود سيستم، إن احنا نضيف داتا للداتا بيز ونقرأ الداتا دي ونقدر إن احنا نعمل لها أبديت وكمان نكريتها. طيب لو جيت هنا أنا هلاقي إن أنا علشان أقرأ الداتا بقرأها على نوعين. النوع الأول إن أنا بقرأ كل الداتا، يعني هناخد البوست تيبل كمثال بوست تيبل. طيب لو انا عايز اقرا هنا الداتا، فيا اما بقرا كل البوستات زي ما احنا عاملين هنا كده جبنا كل البوستز، يا اما بقرا بوست واحد زي ان انا ادوس على بوست فبالتالي يدخلني على صفحه البوست الواحد ده. عندي كمان ان انا لما باجي كاريت بيبقى عندي حاجتين، الاولى ان انا بعرض الفورم، الثانيه ان انا بسيب الفورم ده للداتابيز. نفس الكلام مع الابديت، مره بشوف الفورم يعني بيظهر هنا مثلا اقول له بوستز كرييت بالشكل ده فيعرض لي الفورم، او المره الثانيه بوستز ابديت بس هنا احتاج اقول له انا ابديت ايه بالظبط هنجيبها، او الديليت، والديليت نفس الكلام بحتاج اقول له انا هحذف ايه بالظبط. هنا في اللي هو الصوره دي جايبها من لارافيل اكشن هاندلرز باي ريسورسز كنترولر، بيقول لك بالظبط انت ممكن تستخدم الموضوع ده ازاي. انا عندي هنا علشان اقرا داتا اللينك بيكون جيت عادي، يعني زي ما احنا واقفين دلوقتي مفيش مشكله، ده بيبقى اللينك جيت علشان تقرا الداتا. لكن علشان تكريت لما بظهر الفورم بتكون ماشي جيت ممكن، لكن لما باجي ابعت الفورم نفسه بتكون اكيد بوست. في الابديت نفس الكلام، لما باجي اظهر الفورم اللي هعمل ايديت عليه بيكون جيت. احنا هنتكلم نظري وبعدين هنشوف الكلام ده عملي. لما باجي اسيب الداتا دي الداتا بيز بستخدم حاجه اسمها بوت، تايب بوت، لان انا هنا عندي لو رحت عند الراوت اكيد مش كل حاجه جت، يعني مش كل ما هشتغل هقول له راوت جت، الجت ده تايب بالمناسبه ريكوست تايب. فلا انا عندي بوست، فاكر في البي اتش بي لما بقول له اف نوت بوست او اف نوت ريكوست ميثود اللي هو سيرفر، بعد كده اقول له ريكوست ميثود مش بيساوي بوست، بنفس الطريقه اقول له لا يبقى انت كده نوت الاود او كده انت شغال غلط. بنفس الطريقه هنا بعمل راوت بيكون بوست او بوست لو هسيب حاجه، او جيت لو هعرض حاجه، او بوت لو هابديت، وحتى ان في الديليت بيستخدم ديليت ريكوست تايب هنا بالشكل ده. هنا عنده جيت فوتوز زي ما احنا لو افترضنا ان احنا قلنا هنا بوستز، بنفس الطريقه بوستز اندكس ده بيجيب كل البوستز. طيب لو قال له بوستز هنا فوتوز، هو هنا بيقول له فوتوز كريت، ده لو قلت له فوتوز بوستز كريت بالشكل ده المفروض ان انا هنا اعمل جيت هنا بالشكل ده راوت جيت، واقول له لما يبقى عندي بوستز كريت حلو كده هوديه عند البوستز كنترولر اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، بس الميثود مش هخليها اندكس هخليها كريت بالشكل ده. حلو قوي. لو رحنا عند البوستس كنترولر هنا هقول له public function الكرييت ميثود، وفي الوقت الحالي بس هعمل لها دون بالشكل ده. طيب عندنا خلينا نروح نشوفها، او خلينا هنا الاول ده دي الكرييت البوست لما باجي ابعتها هي ببعت، خلي بالكم من الحته دي، شوفوا لما باجي هنا اسيبها في الداتابيز ببعت نفس اللينك اللي فوق بوستز هنا، لكن بميثودز مختلف او بتايب ميثود مختلف، بس مش اكتر، ميثود مختلفه، وهو هيعرف ان انا عايز اسيبها. هنشوف الكلام ده نظري. طيب لما باجي اعرض بقول له البوستز مثلا، وبعد كده اديله الاي دي اللي انا عايز اعرضه. مش احنا هنا لما بنيجي نعرض بندوس هنا ونبصيله حاجه مميزه علشان نقدر ان احنا تايتل علشان نغير المحتوى. نفس الكلام هنا عندي البوت والباتش علشان اعمل ابديت. البوت او الباتش هتلاقي ان اللينك نفس الشو، يعني نفس هنا لما تيجي تشو بص هتلاقيه بيقول لك فوتوز فوتو وهنا فوتوز فوتو، لكن هنا المختلف ما بينهم التايب نفسه بتاع الريكوست ده اللي بيفرق. هنشوف الكلام ده عملي هيتفهم اكتر. والديليت نفسهم بس ميثود او الميثود بتاعتها ديليت، برضو الكلام ده في العملي هيظهر اكتر. خلينا هنا نكمل كلامنا. احنا قرينا كل الداتا دي خلصناها، احنا هنا هنتكلم في ان احنا شو فورم هنكرييت. شو فورم شايف هنا الكرييت نيو بوست دي انا عملت هنا، مش انا عملت لينك واقول له بوست كرييت، هاخد اللينك ده
واروح عند البوستز واحط اللينك ده هنا كرييت نيو بوست وهعمل ريلود وادوس عليه. واداني فعلا عند عند الميثود اللي هي بتقول لي كرييت. خلينا راجع معاك الفلو ده او العمليه دي. العمليه دي بتبدا من هنا، من ان انا بكريت راوت واقول له الراوت بتاعي اسمه بوستز كرييت، والراوت ده ببعته للكنترولر ان انا عملته المره اللي فاتت، والراوت ده الكنترولر مسميه بوستز كنترولر. لما بيجي عند الكنترولر ببعته الميثود او فانكشن معينه، الفانكشن دي بجمع فيها الداتا هاندل ماي داتا او كولكت ماي داتا، او ان انا بعمل حساباتي او ايا كان اللي انت هتعمله، هجيب داتا من الداتابيز، هعمل فاليديشن على حاجه معينه، هتاكد ان انت ليك رولز اصلا انت تاكسس حاجه زي كده. كل الكلام ده بعمله هنا، وفي الاخر باخد قراري ان انا ابعته للفيو. طيب هو هنا لما جالي، احنا ممكن بس ده علشان ما يرخمش علينا نمسحه كده بالشكل ده، نبعت بس التايتل علشان ما يسبكش تايتل. طيب هو هنا لما قلت له بوست كرييت وبعته فعلا على الميثود اللي اسمها كرييت ورحت عملتها هنا، خلاص هو دلوقتي واقف هنا زي ما احنا شفنا اهو. هبعته على فيو اسمه كرييت، ريتيرن فيو كرييت. كده هبعت اليوزر فعلا على مكان فيه فورم يقدر ان هو يكريت منه بوست جديد. لو عملت هنا ريلود هيديني ايرور ويقول لي فيو كرييت نوت فاوند. ليه؟ لان انا لو رحت هنا عندي على الريسورسز في الفيوز مفيش حاجه اسمها كرييت، فانا هكريت واحد جديد اسمه كرييت دوت بليد دوت بي اتش بي. جميل قوي. طيب هل هبدا ان انا احط الاستراكشر بتاع الاتش تي ام ال وابدا من الاول؟ لا، بكل بساطه هنعمل اد اكستنس للاي اوت اللي احنا عملناه اللي هو ده، وهقول له ان انا عندي سيكشن اسمه كونتنت اند سيكشن بالشكل ده. طيب خلينا نروح نشوفه. ريلود ظهرت بالشكل ده. طبعا الموضوع يمكن هنا ممكن نستخدم بوت ستراب سي دي ان افضل، بوت ستراب سي دي ان علشان يساعدنا في التصميم بشكل احسن. فانا بس هجيب البوت ستراب كده سريعا هنا، جيت ستارتد. انا عايز، ايوه عايز الكود ده. هروح عند اللاي اوت وهاخد خلينا ناخد الهيد لحد الفاضي ولحد هنا، ممكن نحط الكونتنت هنا وهلو ورلد مش عايزينها، وممكن نشيل الكومنتس دي. ريلود بالشكل ده. طيب هروح عند بوت ستراب اجيب الفورم بتاع الكرييت، لان احنا دلوقتي واقفين على صفحة شو فورم بتاع الكرييت. هقول له هنا فورم كنترولر، هاخد اي فورم واحطه هنا في الكرييشن في الكونتنت، اعمل ريلود ونشوف هيظهر ولا لا. ظهر فعلا بالشكل ده. هديله بس شوية تنسيقات بسيطة. عملت له ديف كلاس كونتينر ديف، وعملت له مارجن توب 5، وهحط له H2 هقول له اد نيو بوست. طيب خلينا بقى نروح عند الداتا بيز نشوف البوست بتاعي ده بيتكون من ايه. هنا في البلوج البوستز بالشكل ده، انا عندي ايمج وتايتل وديسكريبشن. انا هتعامل حاليا مع التايتل والديسكريبشن، وهسيب الايمج اللي هي ليها علاقه بالفايلز في درس مخصص عشان الموضوع ده لذيذ شويه. خلينا بس هنا نعمل اتش ار ولا حاجه. اول حاجه هقول له هنا التايتل، ممكن نمسح كل الكلام ده او نخلي هنا ده فوق تايتل التايتل، وهديه طبعا نيم تايتل، وده هيبقى التايب بتاعه تكست. تاني حاجة هقول له الديسكريبشن، ديسكريبشن، وده هيكون النيم ديسكريبشن بالشكل ده. فورم بسيط خالص مفهوش أي حاجة، سيمبل اتش تي ام ال زي ما بيقول. عندي تايتل وديسكريبشن. جميل أوي. أنا هنا كريت الفورم، عرفنا إن إحنا إزاي نشو فهمنا فكرة إن أنا بشوف حاجة، بشوف حاجة لسه مش بس مش بغزل. لما أدوس هنا خلونا نعمل الانبوت تايب سبميت، input type submit كده بتساوي btn btn info value بتساوي save. لما بدوس هنا خلينا نحط كل الكلام ده جوه فورم،
الفورم ده الاكشن بتاعه هنجيله الميثود بتاعته هتكون بوست. ده الطبيعي ان انا ببعت الفورم بيكون بوست. ده اللي انا عايز اتكلم فيه، ان انا عندي هنا ريكويستس الميثودز بتاعته مختلفه. هنا الميثودز بتاعته مختلفه. احنا دلوقتي عرفنا الجيت اللي هي جيت اول بوستز اللي احنا استخدمناها هنا في الهوم بيج. هنا بجيب الجيت اول بوستز دي، واللي هو الكرييت ان انا بكريت حاجه. فلما بعمل كرييت شوفوا هنا البوستس كرييت ده يعني اللارف الكلين او في الحته دي. فانت بتقول له بوستس كلين كرييت وتوديه على ميثود في الكنترولر. هنا في الراوت بتعمل راوت بوستس كرييت وتوديه على ميثود في الكنترولر اسمها كرييت برضو، وتبعته على الفيو بتاع كرييت. ولو هتبعت مثلا تايتل او هتبعت سيكشنز او حاجه بتهندل الموضوع ده. هنا هنشوف الموضوع ده ان شاء الله بالترتيب. علشان الفيديو ما يكونش طويل هنكمل الفيديو الجاي، هنكمل الفيديو الجاي في ان احنا حتى خلينا نعلم على دي علشان نبقى عارفين الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. اتكلمنا عن الاول في الهوم بيج صفحه البوستس، واتكلمنا عن الشو فورم. المره الجايه هنتكلم ان شاء الله عن ازاي بنسيب الداتا دي في الداتا بيز علشان نتحرك اكتر. شوف طول ما احنا ماشيين هتلاقي ان احنا بنتحرك وبنفهم حاجات اكتر. لو في اي حاجه مش مفهومه سيب لي كومنت وانا هرد عليك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.